الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم حلقه جديده من مؤشر النيل بنتعرف من خلالها بالارقام وتحليل على اداء البورصه المصريه. خلينا نروح معاكم على طول لقراءه في مؤشراتها اليوم بالارقام. ارتفعت المؤشرات لدى اغلاق تعاملات الخميس اخر تداولات الاسبوع، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصه اي جي اكس 30 بنسبه 16% ليبلغ مستوى 11301 نقطه، كما صعد مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبه 1.21% ليبلغ مستوى 3038 نقطة. وزاد مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 1.4% ليبلغ مستوى 4056 نقطة. أما على صعيد القطاعات النشطة في السوق، فكان قطاع العقارات في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا، وده بنسبة 27.88%، وكان في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 13.18%. أما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ فقد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة، وكان بنسبة 11.49%. أما عن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، فقد ربح مكاسب قدرها 4,600,000,000 جنيه ليصل إلى مستوى 745,700,000,000 جنيه وسط تداولات كلية بلغت 2,400,000,000 جنيه. خلينا نرحب بضيفنا في الاستوديو للمزيد من التوضيح والتعليق. معانا أستاذ مايكل ممدوح خبير أسواق المال. أستاذ مايكل أهلا بحضرتك معانا. أهلا بك. نروح لتقرير سريع في كمان مزيد من الأرقام والتوضيح ونرجع بعدها نبتدي حوارنا مع حضرتك. ارتفاعات جماعية سجلتها مؤشرات البورصة المصرية مدعومة بمشتريات عربية وأجنبية لدى إغلاق تعاملات الخميس نهاية تداولات الأسبوع، وسط توقعات بنشاط أكبر خلال الفترة المقبلة. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس 30 بنسبة 16% ليصل الى مستوى 113 نقطة، وزاد مؤشر اي جي اكس 70 الذي يقيس اداء الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2%، وامتدت موجة الارتفاعات الى مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 1.4%. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 745.7 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 2.4 مليار جنيه. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء بصافي بلغ 13 مليون جنيه، كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء أيضا بصافي 81 مليون جنيه، بينما مال المستثمرون المصريون نحو البيع مسجلين صافي بلغ 95 مليون جنيه. وتم التداول على 455.8 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار جنيه عبر تنفيذ أكثر من 58,000 صفقة، وتمت التداولات على أسهم 200 شركة ارتفع منها 110 أسهم بينما انخفضت أسهم 59 شركة، فيما لم يطرأ أي تغيير على أسهم 31 شركة. مزيد من التوضيح مع أستاذ مايكل ممدوح خبير أسواق المال. أستاذ مايكل، يعني الحقيقة في ارتفاع في الجلسات الأخيرة حتى بنصل إلى نهاية جلسات الأسبوع، في ارتفاع في مؤشرات البورصة والمؤشر الرئيسي بيصل إلى 11300 نقطة، يعني تقييم حضرتك لأداء البورصة المصرية اليوم بشكل عام؟ في الحقيقة هو احنا بقالنا فترة طويلة ماشيين في اتجاه عرضي ما بين مستويات ال 11600 ومستويات ال 9800، هي دي المستويات اللي بقالنا حوالي تقريبا سنة مش عارفين نعديها. الحاجة الإيجابية اللي حصلت في الفترة اللي فاتت إن احنا كسرنا خط الاتجاه الهابط، فبقى في حالة تفاؤل أكتر بالنسبة للمستوى طبعا ال 30، لأن ال 70 ده في اتجاه صاعد وحقق حوالي 300% مكاسب من وقت الكورونا، ولكن ال 30 هو العرضي اللي بقاله سنة وهو أكثر الشكاوى، بتقول المؤشر ال 30 ما بيتحركش، والعالم كله طبعا بيبص للمؤشر ال 30، يعني الأجانب والعرب هم نظرتهم الأولى والأخيرة على المؤشر ال 30.
عندنا بوادر إيجابية إن إحنا يعني ابتدينا الناس تبص، التفاؤل بيزيد بالنسبة للمؤشر التلاتيني. عندنا بعض أسهم المؤشر التلاتيني اللي كان ما بتتحركش خالص، في ارتفاعات، الارتفاعات مش هي المرجوة من الناس، ولكن لا بقى في ارتفاعات. عندنا طبعا مستوى 11600 اللي احنا معرفناش نعديه، ده في حالة ان احنا نخترقه ونفتح الطريق للمستهدفات، ونقدر نقول ان احنا اتحولنا لاتجاه صاعد على الاقل على المدى المتوسط، وبعد كده نقدر نقول ان احنا خلصنا الاتجاه الهابط اللي كنا بادئين فيه من 2018. يعني امتى حضرتك بتتوقع انه يكون في اتجاه صاعد بشكل اكبر ونعدي ال 11600 مثلا؟ عندنا نقطتين. اعتقد ان احنا مش هنعدي ال 11600 دايركت مباشرة، احنا دايما عشان يعني دي نقطة هتبقى فاصلة، فأعتقد إن احنا ممكن نشوف تصحيح قبليها، وبعد كده لازم نشوف سيولة تكون متجهة للتلاتيني، لأن مش هنخترق المستويات دي بالسيولة حاليا، مش في البورصة، في المؤشر التلاتيني، لأن معظم السيولة بتكون في المؤشر السبعيني مش التلاتيني. طيب لما نتكلم بالفعل عن المؤشر السبعيني، هو أيضا بيصعد ووصل لمستوى 3038 نقطة، يعني تقييم حضرتك لأداء المؤشر السبعيني مقارنة بالمؤشر الرئيسي؟ المؤشر السبعيني يعتبر لو بصينا له هنلاقيه كمان، يمكن احنا بنقول الأسواق العالمية بتحقق قمم جديدة، لا المؤشر السبعيني أفضل أداء من الأسواق العالمية، طالع من 800 نقطة لفوق 3000 نقطة، النهاردة بيحقق هاي تاريخي جديد. لو حسبنا نسبة هنلاقي تقريبا طالع 300%. الأسواق العالمية حتى اللي قلنا عليها صعدت بعنف، صعدت حوالي 100% من القيعان بتاعتها، هو الأفضل أداء، ولكن هيظل برضو هو مؤشر الأفراد، ما عندناش مؤسسات أو صناديق استثمار كبرى بتشتغل فيه. عشان كده لو بصينا على سيولة السوق هنلاقي 90% من التداول تقريبا بيبقى تداولات أفراد، والمؤسسات واخدة جنب بقالها فترة. الأجانب تداولهم بقى ضعيف جدا من 2018 وهم على نفس النهج ده. طبعا هو الملاذ الآمن لأي مستثمر دلوقتي أو مضارب هو بيروح المؤشر السبعيني، لأن في سيولة جامدة، في ارتفاعات بتحقق، في أسهم عملت 1000% وأكثر من 1000%، بينما المؤشر التلاتيني أقصى صعود حصل في أسهمه من قاع الكورونا ممكن يكون 50-60%، فدي ارتفاعات غير مرضية بالنسبة للخسائر العميقة اللي حصلت في وقت الكورونا. بشكل عام مع الارتفاعات المؤشرات البورصة بشكل جماعي اليوم، إلا أنه حجم التداولات ملاحظ أنه هو بيقل. بنتكلم عن الحجم الكلي للتداولات اليوم 2,400,000,000 جنيه فقط، رغم ان احنا كنا يعني بيكون عندنا حجم تداولات اكبر بكتير في الجلسات. لو استبعدنا الصفقات هتلاقي احنا بنلف حوالين ال 2 مليار، تحتيها ب 200 مليون فوقيها ب 200 مليون، هو ده بقى متوسط حجم التداول في حدود ال 2 مليار، وده كويس جدا بالنسبة لو قارنا بالسنين اللي فاتت. احنا كنا لما بنعمل جلسة واحدة فيها مليار بنقول احنا عملنا جلسة مليارية، وكان ده بيبقى شيء كويس. دلوقتي احنا عندنا نتيجة طبعا الارتفاعات اللي حصلت في أسهم السبعيني والسيولة الضخمة الموجودة وعمليات التداول في نفس الجلسة، عمليات الزيرو اللي زادت بكميات كبيرة طبعا مع الارتفاعات القوية ومع الحراك اللي حصل في أسهم السبعيني، فأعتقد أن 2 مليار مع ثبات التلاتيني أو سيولة التلاتيني الضعيفة هو معدل كويس جدا. نأمل طبعا في الثلاثة مليار والخمسة مليار، ولكن مع طروحات جديدة ومع تحرك المؤشر التلاتين. طيب أستاذ مايكل، احنا عندنا الحقيقة عدد من المعلومات والمستجدات في البورصة، خلينا نتوقف عندها يعني واحدة واحدة. في البداية في مؤشرات مختلفة تم إطلاقها مؤخرا، مؤشرات جديدة، يعني إدارة البورصة المصرية أطلقت مؤشر لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة، وده طبعا بهدف تنويع المنتجات الاستثمارية. بينعكس على نشاط البورصة؟ هو احنا كان ناقصنا حاجات كتير في الفترة اللي فاتت كإضافات أو أدوات تدخل البورصة المصرية، ولكن الموضوع بيمشي ببطء شوية. يعني احنا عندنا موضوع شورت سيلينج بنتكلم فيه من سنين، ولما حصل تطبيقه الموضوع برضو هل مطبق فعليا في شورت سيلينج في شركات السمسارة دلوقتي؟ لا، القرار طلع، ولكن الموضوع فأحيانا بيبقى فيه زي اي جي اكس كاب اللي هو متساوي الأوزان، اي جي اكس 30 كاب محدش بيبص عليه. هي الفكرة ان احنا عندنا خلاص احنا في شوية حاجات هي اللي بنبص عليها دايما، المؤشر يقولك البورصة طالعة او نازلة هو بيبص للمؤشر التلاتيني، فعندنا بعض الحاجات بس بتاخد وقت لغاية ما تلاقي الصدى بتاعها موجود في السوق.
طيب كمان من الحاجات الجديدة الحقيقة قرار يعني رئيس البورصة المصرية مؤخرا بفتح الحدود السعرية على الأسهم لتصل إلى 20% صعودا وهبوطا، وده إن شاء الله يكون من الأحد القادم جلسة يعني بداية جلسات الأسبوع 5 سبتمبر. والحقيقة القرار ده كان معمول بيه قبل كده في البورصة المصرية وتوقف من 2011، معناه إيه ويعني إزاي هيأثر على البورصة؟ طيب هو إحنا لو بصينا للقرار هنلاقي إن إحنا بالفعل عندنا الحدود السعرية لكل الأسهم هي 20%، ولكن كانت 10 في الجلسة الاستكشافية و10 أثناء الجلسة. احنا ضمينا الاثنين على بعض وبقت ال20 نعملهم في الاستكشافية نعملهم جوه الجلسة هي 20%. وحابب اوضح للناس عشان في ناس فاهمة انك ممكن تعمل في الاستكشافية 20 وفي الجلسة 20، لا هي ال20% هتكون شاملة الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول. فالموضوع بقى أكثر سهولة شوية، إن أنا كنت ممكن بعمل 5 في الاستكشافية فقدامي 10 بس، فالحدود يعني 15%، لا الموضوع بقى مفتوح هي 20% أعمل 5 في الاستكشافية 15 أثناء الجلسة أعمل 20 جوه الجلسة، مفيش مشكلة. هي بس الناس بتتساءل على موضوع احتساب سعر الإغلاق، هو ده اللي كمان اتغير. يمكن معظم أسواق العالم بتاخد إغلاق آخر سعر بتنفذ بيه تاني يوم. في بعض الأسواق منها مثلا السوق السعودي بيشتغل بنظام إن هو بيعمل في آخر الجلسة بيعمل جلسة اسمها جلسة مزاد زيها زي الجلسة الاستكشافية، هيتحدد فيها الجلسة دي هتكون من 2:15 لـ2:25 دقيقة، هيتحدد فيها السعر اللي هنشتغل بيه بكرة، ده سعر الإغلاق ويكون هو سعر فتح الجلسة بتاع بكرة اللي هنشتغل فيها 20%. طيب يعني ده توضيح للقرار لرئيس البورصة المصرية بفتح الحدود السعرية على الأسهم تصل إلى 20% زي ما حضرتك وضحتها، وأنه ده كان يعني متوقف العمل بيه من 10 سنوات بس تقريبا. احنا لو بصينا لها احنا كان عندنا أسهم بتعمل اوريدي ل 20%، هي الفكرة ان احنا ضمينا الجلسة الاستكشافية على جلسة التداول فأصبح ل 20% نعملها في أي وقت، وده هيزود سيولة السوق، وأريد احنا عندنا ذبذبة عالية في السوق هيزود من السيولة هيزود من عمليات التداول في الجلسة الواحدة. طيب أخيرا يعني وسريعا أستاذ مايكل، توقعاتك ل يعني جلسات الأسبوع القادم وإحنا يعني بنغلق في نهاية هذا الأسبوع على ارتفاع. طيب بالنسبة للمؤشر السبعيني عشان معظم الناس بتهتم بسبعيني، إحنا طالما النهاردة بنحقق قمة جديدة أو هاي جديد احنا الطريق مفتوح معانا لاي ارقام، مفيش قلق طول ما انا فوق 2920، اي انخفاضات هنعتبرها جني ارباح مش تصحيح، الا لو كسرنا 2920 ممكن نتكلم ان يبقى في تصحيح، وطبيعي جدا ان التصحيح السبعيني بيكون عنيف شويه نتيجه ان الصعود بتاعه برضو بيكون عنيف. بالنسبه للتلاتيني انا اعتقد بالسيوله الحاليه مش بسهوله هنعدي 11600، محتاجين سيوله اعلى، محتاجين حركه في الاسهم، محتاجين حركه في التجاري الدولي اللي دايما هو التجاري الدولي بيقود التلاتيني في الاختراقات اللي زي كده، التجاري الدولي بقاله فتره ثابت مكانه، اعتقد محتاجين سيوله عاليه حتى لو شفنا جني ارباح او موجه تصحيحيه قبل الارتفاع عاجلا ام اجلا مستوى 11600 ان شاء الله هنخترق ونكمل. يعني أستاذ مايكل ممدوح خبير الأسواق المال، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وبنعتذر لضيق الوقت نظرا يعني لالتزاماتنا للتغطيات الإخبارية المختلفة، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا مشاهدينا، بكده انتهت حلقتنا النهاردة من مؤشر النيل، بنشكركم على المتابعة، وغدا حلقة جديدة وتحليل لأداء مؤشرات البورصة المصرية.